السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نكمل شرح منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول. إن شاء الله هناخد مقارنة الصفات اللي موجودة في الوحدة التانية إن شاء الله تعالى. مقارنة الصفات خدناها قبل كده في سنين قبل كده، فهنتذكرها إن شاء الله. أول حاجة نبدأ بالمقارنة بين اثنين. المقارنة بين اثنين طريقة تركيبها، الأول مقارنة هي مقارنة بين شخصين أو شيئين، وهي عبارة عن نحط صفة قصيرة في الأول، بعدها إي آر ثم زان، زي لارج تبقى لارجر زان، حطيت إي آر وبعدين كلمة زان اللي هي من، يبقى لارج كبير، لارجر زان أكبر من، تول طويل، تولر زان أطول من، فات سمين، فاتر زان أسمن من. في حالة وجود صفات طويلة زي interesting وزي useful وزي difficult أو زي beautiful، بضيف مور قبليها ثم زان بمعنى أكثر من، أو less وبعدين الصفة الطويلة وبعدين زان بمعنى أقل من. يبقى لما أقول less interesting than يعني أقل إثارة من، more interesting than أكثر إثارة من أو أكثر تشويق. زي برضو useful اللي بمعنى مفيد، less useful than يبقى أقل إفادة من، more useful than يبقى أكثر إفادة من. بالنسبة للتفضيل، التفضيل إن أنا بقارن شخص بين مجموعة، زي ما اقول احمد اطول ولد في الفصل، بقارن احمد بكل الفصل، الفصل كله على بعضه، يبقى كده بعمل تفضيل. التفضيل طريقه تكوينها ان انا بحط ذا ثم صفه ثم اخر الصفه اي اس تي، ذا صفه اي اس تي، طبعا الصفات القصيره. زي طول تبقى ذا تولست الاطول، طول طويل، ذا تولست الاطول. الاحظ هنا ان في اداه التعريف ذا وبعدين في اخر الصفه في اي اس تي. هاي تبقى ذا هايست بمعنى الاعلى، هاي عالي، ذا هايست الاعلى. زي الجملة ديت Everest is the highest mountain in the world، قمة جبل إيفرست هي أعلى قمة جبل في العالم. كده أنا بقارن قمة جبل إيفرست بكل جبال العالم، يبقى كده صيغة تفضيل. في حالة وجود صفات طويلة يبقى أحط قبلي الصفة الطويلة the most بمعنى الأكثر، أو the least بمعنى الأقل. the most صفة طويلة، the least بمعنى الأقل صفة طويلة. زي كلمة expensive وديت صفة طويلة، عايز أقول أكثر غلوا أو الأكثر غلوا، يبقى the most expensive. the most expensive الأغلى، تمام كده معناها الأغلى أو الأكثر غلوا. the least الأقل، the least expensive الأرخص أو الأقل غلوا، تمام كده. يبقى الصفات الطويلة، في صفة طويلة أحط the most قبليها أو the least. زي ما أقول this is the least expensive jacket in the store، هذا هو أرخص جاكيت أو أقل جاكيت رخيص في المحل. عندي في بعض الصفات المفروض أحفظها زي good، في صيغة المقارنة هتبقى better than، وفي صيغة التفضيل تبقى the best بمعنى الأفضل. bad هتبقى worse than في صيغة bad بمعنى سيء طبعا، worse than في صيغة المقارنة، و the worst الأسوأ في صيغة التفضيل. بعد كده بقى الدرس الأساسي اللي هو either or و neither nor. either or و neither nor، either or معناها إما أو، و neither nor معناها لا ولا. لها تركيبة لازم إن شاء الله نبقى فاهمينها. either بيجي بعدها فاعلين، لو الفعل الأول ثم or ثم الفعل التاني، بجيب بعدها فعل حسب الفعل التاني. يعني لو الفعل التاني اللي هنا مفرد هجيب الفعل على أساس إن هو مفرد، لو جمع هجيب الفعل على أساس إن هو جمع. زي الجملة ديت either Alice sisters or علي is ready now. هنقول كده ده معناه اما علي او اخواته جاهزين او جاهز دلوقتي. هنا لاحظ علي السيستر هو الفعل الاول، or علي ده الفعل التاني، هنا معناه اخوات علي، تمام كده. or علي اللي هو الفعل التاني، جبت الفعل اللي هو is على اساس علي مش على اساس السيسترز، تمام. السيستر معناه اخوات علي، تمام. يبقى هنا حطيت is عشان الفعل التاني هو عبارة عن علي مفرد. نجيب بقى بطريقة تانية either علي or Alice sisters. sisters هنا جمع، اخرها حرف الاس يبقى جمع، فحطيت فعل هنا اللي هو الفعل or، يبقى ready now. يبقى بحط الفعل على حسب الفاعل التاني. عندي بعد كده either of، بيجي بعديها يا اما اسم جمع يا اما ضمير جمع. ضمير جمع غالبا بيبقى them، غالبا اللي هو بيعود على زي او اسم جمع، بجيب بعديها فعل مفرد، تمام كده. يبقى either of اسم جمع او ضمير جمع، لازم اجيب فعل مفرد برضو، فعل مفرد اسف، فعل مفرد. زي ما اقول either of these shirts، تمام. is هنا مع ان shirts جمع، بس جبت هنا is good، تمام كده، لان في هنا either of. either of them is good.
either if them them برضو ضمير يدل على الجمع، مع ذلك برضو جبت ايه مفرد. either لو جبت بعديه اسم مفرد ففعل مفرد فدي سهلة جدا. either day is fine for me، هنا day مفرد فجبت الفعل هنا is. تمام، يبقى either or بس هي ديت اللي فيها اختلاف، الباقي كله هي اللي بيبقى فيها فعل مفرد، وايذر اور لو جاي بعدها فاعلين الفعل التاني هو اللي بنتعامل معاه. نفس الفكره في نايذر، نايذر معناها لا ولا، برضو بيجي بعدها فاعلين، فاعل اول ثم نور ثم فاعل تاني ثم فعل يتبع الفاعل التاني. تمام، يعني لو هو جمع هيبقى جيب فعل جمع، لو هو مفرد هجيب فعل مفرد. نايذر مريم نور هاني لايكس بيتزا، هنا الاحظ لايكس عايد على مين؟ على هاني، عشان هاني مفرد فحطيت الفعل اس. نايذر احمد نور هيز فريندز، فريندز جمع فحطيت هنا ار، ار تو. ونفس الفكره في برضو لو جه بعديها اوف، نايذر اوف بيجي بعديها اسم جمع او ضمير جمع بجيب فعل مفرد في الحالتين. نايذر نايذر اوف زيس رينجس از شيب، تمام رينجس خواتم مع انها جمع حطيت فعل مفرد. نايذر يجي بعديها اسم مفرد، طبعا نايذر او نيذر يجي بعديها اسم مفرد وبعد كده فعل مفرد زي ما قول. نايذر بيرنت نوز اباوت اكسيدنت، هنا بيرنت اللي هما الوالدين، الوالد ممكن احط اس احسن. نايذر لا بيرنت الوالد، نوز هنا كده كده فعل مفرد، اباوت اكسيدنت تمام عن الحادث. في ملاحظه ثانيه ان نايذر بتساوي النفي زائد ايذر، يبقى نايذر نفي لوحدها، انما لو لقيت في الجمله نفي فبستخدم هنا ايذر في الحاله دي، لان نايذر ما تجيش مع دونت او دازنت. I have neither time nor money، انا ما عنديش ولا وقت ولا مال، تمام كده. I don't have either time or money، هنا استخدمت في دونت فاستخدمت هنا either، تمام كده او either. بعد كده both and معناها كل من، و none of و all of. both and مرتبطين ببعض، both و and، كل من وبيجي بعديها فعل جمع في كلتا الحالات، يبقى both دايما لازم يجي بعديها فعل جمع وبتشير الى اثنين، both فاعل and فاعل بعد كده فعل جمع. زي ما اقول both may and I like pizza، كل من انا و may بنحب البيتزا. none of بيجي بعديها كمية او جمع او اسم جمع بعد كده فعل مفرد، دي مهمة جدا، يبقى none of يجي بعديها اسم جمع او كمية، كمية زي water مثلا، مية اللي هو الاسم الغير معدود يعني جوس عصير، وبعد كده فعل مفرد. زي ما اقول none of my friends، my friends هنا جمع هيت واخرها حرف الاس، مع ذلك جبت فعل مفرد اللي هو جوز، فعل جو مضاف ليه اي اس عشان مفرد. shopping none of my friends، ولا واحد من اصدقائي جو shopping، يذهب الى التسوق. all of بيجي بعديها يا اما جمع وبعد كده فعل جمع، يا اما كميه غير معدوده ويجي بعديها فعل مفرد. all of plants need water، تمام هنا all of جاي بعديها plants اخرها حرف اس فجبت فعل في المصدر اللي هو need. all of food كميه اللي هو اسم غير معدود فجبت فعل مفرد اللي هي was eaten، كل الطعام اكله. all of food was eaten. شكرا، السلام عليكم. وفي